تهضر على طول. فودكا قبل ما تبقى تركل وبلا ما تبغيش تهرب. شنو قلت لك؟ بلا ما تبقى تركل وبلا ما تبغيش تهرب، حيت هادشي اللي كدير فيه دابا راه غير باغي تهرب وفي الاخر غتموت. بشي لا انا مثلتك بواحد اللقطه في واحد الفيلم، بلا ما تهرب عود القحبه راه قلت لك السي دي ديالك وفيه تصويرت باك وفيه تصويرت امك وفيه شي حوايج جامعهم عليك راه موجود بلا ما تبقى تركل. سمعتي عود القحبه بلا ما هذوك اللي كيضحكوا لك في نيمو هذوك راه غا اشباح لي فان اشباح هذوك راه غير دايرينهم نيمو دايرينهم باش بنادم يبقى يقول واه كيشوفوا 14000 انا غنمشي لنيمو دابا دابا. كتخيلنا هكا ولاد القحاب ترى ورا كورونا كلشي عاقوا ببيكم ولاد القحاب راه شو التفاعل كاع طاع على الزمن بوكم ولكن علينا من هنا وكندوي على كلشي طبو المو كلشي اللي فيه تيب القحبه يما وكاع الانفلونسر اللي في المغرب الزمن بوهم انا كنعنينا من هنا من هنا وكنعلنا كلكم القحبه يماكم عاقوا بكم وكتعانيو يا ولاد القحاب وانا وصيتكم يا ولاد القحاب محسدين محسدين ولاد القحاب تا واحد ما ملي حتى سطوري من غير ادم حوريطة مسكين تا واحد ولاد القحبه ملي حتى سطوري ديت احسن يوتيوبر امريكان دابا ندفع الفيزا يقبلوا عليا حيت كاتبين عليا جورنانات في امريكان جورنانات مطويه جورنانات كتبوا عليا ندفع الفيزا انا دابا كيعرفوني الناس في امريكان راه دايز السم جورنانات جرائد صاحبي كتبوا لي انت فاهم ولاد القحاب هنا ما كنت جورنان ديك النهار تيوم من نهار داك داك مسخوط داك الغلط ديك زلت اللسان باغيين يضحكونا ديك الكاريكاتير ديال بن كيران وبلي كيتفرجوا فيهم حتى الجورنان شكون باقي كيقرا شكون باقي كيقرا الجورنان يا ولاد القحاب علاش ما كتبتوش على هذاك اللي درت علاش كتكتبوا على المشاكل وكتكتبوا على يا ولاد القحاب كتكتبوا على الصداع وكتكتبوا على المشاكل علاش يا ولاد القحاب مني شي واحد كي درتي علاش ما نطوش كتب شويه يا ولاد القوادات الله ينعل الزمل بوكم ونهار كذا شكون هذاك هذاك واحد اليوتيوبر اللي كيقولها كيقولها انتوما اش كتقولوا طبوا لكم شكون باقي كيقرا خرج على دين تمكم السمارت فون خرج عليكم خرج عليكم حتى انتوما ولا دوك شوف تي في دوك ولاد القحاب ما كاين ولاد القحاب ما كاين شوف شوف كاين سيدنا في هذا البلاد الله ينصرو الله يخلي لينا كاين سيدنا في هاد البلاد هو اللي كاين بحال واحد تا فواحد البودكاست انا نجبد امك اجيت تا البودكاست يلا بادي فيه وباغي تبدا بالتلحوين وباغي تبدا بديك الله الرسول عليه الصلاه والسلام باغي تبدا بديك قلق الرسول باش حتى تولي تفوت المياسكا والله يا دين امك لفتي انا معاك انا معاك وغنقلب على الاخطاء الاملائيه ديالك يا ولد القحبه حتى يلا روح تحوى روح تناك حتى باغي هذاك باغي اني عاوتاني نبدا نشقم في الشمس غدا هابط ونشقم فاش كطلع نبدا نشقم معاكم هاد الشمس ديال الغروب عاوتاني ولاد القحاب المحسدين خرجنا نعيشوا معاكم زعما الحياه زعما بارتو نعيشوا في السوشيال ميديا كذا المحسدين احنا رجعنا في حالنا ولاد القحاب احنا داك القلاوي حيدناها وداك الطين اللي كنت صوبت في البيت نرجعوا مع طبومكم شمس حقيقه من الراسه من دين تما ضرني الراس هادشي اللي غنرجعوا كاين المحاسد ولاد القحاب كاين المحاسد اصاحبي كاين المحاسد بزاف انت انا كدرت واحد الغلط زعمت عليا شي وحدين زعلت عليا شي وحدين بحال داك فوت كان يجي بكرة زعم عليا زعم عليا مو نهار جا عندي حيت انا كنت امريكاني كرك يا ولد القحبة تبغي تخلص باش تطلع معايا كون جيت درت لطب امك داك الشيء ندير ديرك انا داك الماناجر ونشري نمرة اخرى وندير براسي انا راه ماناجر نبدا ندوي معاك نبدا ندير لدين تمكم داك الشيء كون نهار بغيتي تجي تلعب معايا فيه غنقول لك خويا اجي انت شكون انت زيد راه فلوس كما كنتي كدير تاود القحبه وكنتي كتدخل وحدين معانا في الفرقه فاش كنا كنلعبوا فيفا كتخلص من عندهم حنا ساكتين ولاد القحاب حنا ساكتين يا ولاد القحبه لا انت لا دوك ديال نيمو لا كاع اللي كيتفرج فيك الله ينعل الزمل بوكم وشكون يضرب الرابع الله ينعل طبو لامكم كلكم لا داك اللي كيتفرجوا فيك حيت انا كنحلف لك بالله العلي العظيم وهادي راه ما غادي نقعد تقولوا شي على راسي كون كنت انا ماشي انا غنبغي نتفرج في راسي الله يعطيني شي كسيده ونشوف داك فوت كنقول اش كيقول هذا عريان عريان واش كيقول هذا طرشتني تمك سير غندخلوا في الناس ديال الشمال تما ود القحبه سير سير غادي تجبد لنا مشكل مع الناس ديال الشمال هذيك اللهجه اللي كدوي بها ود القحبه حتى سير الله ينعل دين تمك سير ود القحبه صيفط 2000 درهم من فلوس نيمو لبوك حتى تونس فيها 3 مليون وديما يا ود القحبه اللي كيبان لي مطلع ستريم في نيمو تونسي تونس فيها 3 مليون ود القحبه كطيح في بلادك 40 مليون يا ود القحبه مغربي واحد غير 3 مليون تونسي وديما هو الاول في الطوندونس تما في نيمو حشمت نجي نحرم على امك هاد العشيات اقسم بالله تحلم نجي نحرم على امك ونكد على الزمل بوك هاد الليله ونمشي ندير ستريم في نيمو
ما كانش في مخي نحرمها على امك الليله وندير سترين في نيمة الخوصصه نبداو ندخلوا في الخوصصه نجي نبدا نهيت عليك ونمشي لذاك الزامل ديال الصابري واخا ما دار والو تا هو ولكن غيدير ود القحبه البادي اظلم غيدير ود القحبه تا هو نمشي نحرم على طب امو في داك اف سي تروفو ولا ما عرفت شناهو ونبدا انا غنحرم عليكم نبدا نلعب لكم تا انا عليكم يلا زبينا درتو فلوس من داكشي حنا كنميكو جنا لك ود القحبه 3 مليون بس بغيتي دارك 3 مليون جنا لك يا ود القحبه ما عرفتش ست سطوريات من عند وان اكسبيت انا اللي دويت مع الدري قلت ليه هاجي هذا هاجي 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 وقفت في السوشيال ميديا وبديت نقول هاجي 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 وعيطت على خونا ديال وان اكسبيت قلت ليه خويا الدري راه منا ومحسوب علينا يا ربي تسمح لي كنت قلتها في رمضان منا ومحسوب علينا عطيه سير ست ستوري خاينياش كيفاش غندير ستوريات وان اكسبيت انا فيا اكتئاب انا ما قالتش نوض دير ستوري وتيقول لك علمني ندير انا راه مطوي ومطوي مزيان يا ولد القحبه وفيا ريحه الغموليه انا راه مطوي انا ما عنديش مع ديك الهضره لا داكشي اللي بغيتي نديرو معاك ديجا مال الفا ديال ابل فيديو في الطواليت وندير معاك بوسحاق ابل فيديو في الطياره وداكشي انا ما كندويش انا غير واحد الانسان يخاطب ما كندويش كنخاطب خاصني اكثر من 1000 باش ندوي واش انا نبدا ندوي معاك انا هادو ما كافينيش باغي نوصل الهضره وانت باغي تدوي معايا واحد لواحد تا يا ولد القحبه نمشي ندير الكيت انا والناس على جنبين عندك مخده ونمشي نغمر واش انا هو انا عرفتو علاش جا ولد القحبه وكيدير هادشي بغاني ندوي معاه ولا باغي يولي صاحبي اصاحبي ولا باغي يولي يدوي ابل فيديو انا شديت على طب امه وما تعقدوا مني داكشي علاش كتشوفهم معقدين وحيت هما تيقولوا انا كنعتبرهم صحاب زعما غير في السوشيال ميديا وهما تيقولوا راه كاع صاحبنا بيناتهم فهمتي حيت هما الصحبه عندهم هي بلا السوشيال ميديا حنا ما كنخلطوش حنا ما كنخلطوش وراه بحال الكريبتو راه في الانترنيت كنعيشوا هاد الحياه حنا راه في الانترنيت ماشي كنجيو كندو انا عندي حياتي الخاصه بوحدها راه اليوم عاد الدار باللعيبه اللي كيجي كيقولوا لي كاين بدا كيجي كيسول كيقول لي الياس كيقول لها هو كاين كتهبط جات عندي واحد المراه وبنتها اللي كنطلعوا تشربوتي ومن اليوم اللي غيكلموني لشي وحدين غنقول لي طلع شربتي طلع صافي غنقلبو ما دار كوبنهاغن حنايا والله تنقلبو ما في الدار دار كوبنهاغن اللي غادي يجي من اليوم حتى انا كنقول الدار قولوا ليه ما كاين ناعس ما كاينش مريض غيب فين غيب الله اعلم غيب ما كاينش في الدار وما تيقولوا لي مكاين وانت كتهبط كتكون كونسونطري كتفرج لي عفيفه كتهبط تصور مع هذا هذا الهضره ما كنبغيش ندخل فيها وعارف هذوك اللي كيكومونتي وشفتي فيه يقول لك اش كنت انت انا اللي حواك ولد القحبه وحق هو خد ديمودات غير ماركي ما انا مولير باغي ماركي انا باغي غير ماركي انا ولد القحبه اش كنت تا انا ولد القحبه احسن ستريمر في العالم يلا عندو نديرو معاكم داك التعصب الجليدي ومداو صافي يا صاحبي كندوي خليونا ندوي من داك شكون انت نتلاقى معاه ما نتصورش معاه واحد كحل من هنا من هنايا كحل وبحال ود درب كوبنهاغن ومن قص زيتو في الطراب ويدوز محدايا في لابيل في وغا هو غا لاجئ لابيل في عمرو ما جالي حنا ولادها كنشربوا وسط سيدي علي وداكشي ونخرجوا نخلصوها ولايت هو يقول لي قال صاحبه كي صحابني كنتصور معاه سير ولد القحبه كون يتصحابني كاينين بحالك ولد القحبه غيعرفوني ما نبداش هاد الشيء كون يتصحابني شو العرقه ديال زيدان شو العرقه ديال زيدان كون يتصحاب انا غا بحالك غادي يكونوا انا في هاد البلاد هذا وغيخرجوا لي يعرفوني ولا ما نعرفهمش كون راه ما نبداوش هاد القضيه هو هذا حنا كنا كنصاحبو غنلقاو اللي كيعرفنا ساعة وحدين اخرين ما كيعرفوكش وكيتفرج فيك وداير ها ولد القحبة ها وفاش شكرش وباغي كتغلط ولد القحبة وكيشوف فيك هذا لا كان بيض ما نتفرجش فيك باش نعيرك ولا علاش غادي نسبك ولا علاش غادي يعني غادي في الزنقة بان ليا هبيل نبدا نطار معاه ونتعاير معاه السوشيال ميديا راه حياة أخرى راه بحال اللي خارج الزنقة السوشيال ميديا راه عندك تليفونك خارج كتلقى فرعون بزاز وحامضين كتلقاه هكا كيشطح بال اللي كتعاود تلقى بويزيد قرع من هنايا تجوز سيمانة طلق بقى واحد الهيت كتلقى خاصك تفادى لقيتي هاد عبد ربي في السطح كيغوت في السطح سير واخا انا عارف عندي الاعداء قليل انا مقارنه معاهم والله الا انا بالنسبه لي انا راه عندي بهاد الكواليت اللي كندير وهاد الزبايل راه عندي العداوات قليل انا يا صح كنحتفل في تيراناتهم اقسم بالله العظيم انا كنحتفل في تيران والله حتى ما كاينش جمهورين واخا هكاك عندي الناس قليل اللي ما فاهمش مع التلفات تقولها ما فاهمش ماشي يقول لك بوزي كاع عيان وعاد يقول لك اياس عيان راه تقدر فهمتي تكون انت فاهم هو شي اللي كنقول انا والله كنقول عندي العديان قليل اما في العالم ديالي انا هنايا عندي بزاف
هادي بزاف هادي بزاف كاينين بزاف كيحرموا عليا جروبات تيليجرام، كاين اللي كيسينياليك. مثلا دابا انا نيمو ندوي معايا على كونترا، الا بغيت نمشي لنيمو راه غادي نمشي بكونترا، غنمشي بوراق. فودكا ما عندوش وراق في نيمو، فودكا غا كيدير فودكا غا بادج، فهمتي؟ فودكا غا بادج غا كيصيفطوا ليه. اما الشركه الصينيه نيمو ما عارف هو تمنين منين ولد القحبه، اما الشركه الصينيه هي خاصها تخلصك. انا هادشي اللي غادي نمشي لنيمو انستري مي غيعطيوني واحد 3 مليون في الشهر ولا جوج عادش دونيشن. اما هو راه تيك توك هو ما عندوش كونترا في داك العيد الصابير يفطروه، ما عندهمش كونترات اصاحبي، ما عندهمش وراق. انا راه مشيت لتويتش راه غادي نمشي بقميجه اصاحبي وهز دوسي، راه غنمشي لهادشي، غنمشي بالعالميه، العالميه لا مونديالتي غنمشي بها، غنمشي بلا مونديالتي. اما هما ولاد القحاب باغيين يديروا فيها نقابه وباغيين يديروا ديسكورد، انتوما ولاد القحاب راه كطلبوا تنتوما تما، راه الناس كتصيفط لكم. احنا في يوتيوب كنقول لهم ما تصيفطوش ليا، يوتيوب ما كنتخلصش من عنده في الدونيشن في هذاك الشيء ديال فاروق لايف ديال اللي دير سهيل فيتنس، كنعرفوا تسميتها ولد القحبه بلاتي الادسنس ديك الادسنس. انا ما عنديش حيت كندير كوبي رايتات بلاتي، باش نوريكم انا القاد الدراري غنطول معاكم الهضره نتوما افيكم اللي ما فاهمش. وكاين اللي الله يحسن العوان كيقرا يلاه جا في طاكسي بيان في كازا كيصبو حاقد هذا شمعه من الدوي الصباح لا ما دايرش اتاي مع مغدوي لا اله الا الله. حتى حنا الدراري كنسلكوا راه عارفين مشاكلكم وعارفين الهيد ديالكم، ولكن بنادم يفهم شويه خاصني نشرح لكم. انا غادي كل وعلام، وكاين اللي جاي في طوبيس كاين اللي طرام، كل واحد وهيتو اجيش تما الناس ماشي كلشي بحال بحال. مال دين تا مودو تا هو تخسر، مال طبون مودا تا هو مالو، مال دود القحبه تا هو تخسر، هذا ديال الخرا هذا مالو. على القلاوي تا هو اش هاد الخرا بدينا هاد العودان ديال المكسيك يعني والله.